بدأت. انت بس قول لي هبصص لك ولا هبص للكاميرا يا مروان؟ لا لا بص لي، ولو بتكلمه ما عايز تبص للكاميرا بص. لا يعني هتكلم معاك كده. اتكلم معايا اه عادي جدا. اهلا بيك في برنامج ارزع. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده مع ارزع مع سري، ولكن المره دي ارزع مع سري الحقيقي، لان النهارده هي حلقه مختلفه الحقيقه. النهارده حلقه غير اي حلقه، هي حلقه من نوع خاص، لاني استغليت فقره التوقف الدولي واستغليت هذا التوقف اني اعمل مفاجاه واجيب لكم سري الحقيقي، وهو ابويا عمرو سري. نور الدنيا. اهلا بيك يا مروان. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك؟ لا مفاجاه جميله بصراحه يعني. حلو ها؟ يا رب تكون مفاجاه كمان سعيده للرزيعه. لا لا هم هينبسطوا جدا، خلي بالك من المفاجاه دي ان شاء الله. النهارده احنا هنتكلم عن حاجات كتير، هنتكلم على ذكرياتنا في الكوره، وطبعا نتكلم على حاجات بقى خاصه لاول مره هنحكيها وقصص وحكاوي. هنتكلم على الكوره منظور بقى ايه ابو الرزيع، نشوف ايه هيعرف كوره ولا لا، نختبر ذكريات بقى الكوره القديمه، نتكلم في كل الكلام ده، ونشوف قصه اليوتيوب وايه كان رايه فيها ولحد دلوقتي والتطور، ودايما ايه الشخص اللي بيبقى عنده راي كبير قوي على اللي احنا بنعمله هنا. اعملوا لايك لو الحلقه دي كانت مفاجاه بالنسبه لكم وعجبتكم الفكره. شوفوا بقى يعني انا بجيب كام لايك، ده بقى ابويا بقى يعني محتاجين دبل لايكات على قد السن كده. نخش نتكلم شويه ونشوف ايه اللي هيحصل. في رقصه. لا رقصه انا عارف. هتبهدلني على اخر الزمن كده، راجل طالع معاك يرقص برضو. يعني بصوا من اول ضيف لاصغر ضيف، حتى ابويا نفسه هنا البروجرام بتاع الرقص موجود، كله هنا بيرقص، كله بيخش فريش. منور الدنيا والله. الله يخليك. انا كانت مفاجاه حلوه ان انت قبلت الدعوه. منوره بيك يا سري حبيبي. ايه رايك في الديكور وانت لاول مره قاعد جواه مش بتشوفه من اليوتيوب؟ لا الحقيقه الدنيا مختلفه جدا طبعا، يعني ياما بتفرج على زي كل الرزيع بتفرج عليكم على اليوتيوب، بشوف الناس كلها من ورا الكاميرا. مش اول مره اجي الاستوديو، بس اول مره اقعد معاكم واول مره اسجل واشوف زي ما بيقولوا الحلقه لايف المطبخ. يعني فالمطبخ صحيح. أيوة. يعني الشكل مختلف خالص والحاجه جميله، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه. الاضاءه بقى والقعده هنا تختلف فيها برضو احساس تاني. اول مره على اليوتيوب يعني. اول مره على اليوتيوب صحيح. أيوة. يعني مش عارف بقى هبقى كويس ولا مش كويس. لا 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 ان شاء الله تبقى مية مية. ويا رب يكون في قبول عند الرزيعه يعني. لا طبعا احساس مختلف وبيبقى ليه رهبه شويه يعني. ليه نوع، بس هو ميزه هنا برضو ان احنا ايه براحتنا، مش زي التلفزيون يعني. احنا هنا ايه اي حاجه ممكن سعيد يشيل. دي اجمل حاجه. ربنا يخلينا سعيد. طيب نبتدي منين؟ ما هو شايفك بتبص على الديكور، عجبك انت البراويز دي؟ بشبه عليها. احنا عايزين نقول يا جماعه ان البراويز دي بصراحه كانت من الحاج الوالد جابها لي هديه، كانت مفاجاه. قال لي انا جايب لك ديكور اوروبا الجديد. قعد يقول لي مفاجاه مش هقول لك عليها ابدا حتى اعلن عن البراويز العظيمه دي، عشان هم بيسالوا على براويز جديده. احكي لنا القصه بقى بتاعتها. لا الحقيقه القصه باختصار، انا سافرت يعني وكان تايلاند. أيوه. تحديدا يعني، وكان مروان بدا يحب الكوره ويخش في موضوع ارزع، وكان كنا هنا خلاص. كنت انت موجود هنا اوريدي خلاص على الديكور القديم يعني. ما كانش عاجبك قوي. ما كانش عاجبني قوي لان كان انت مجتهد فيه ملازق وعامل صور، بس كان شكله حلو بصراحه يعني. كان دي على قديمه كده. وبعدين دخلت في احدى المولز اللي موجوده هناك يعني، شفت البراويز دي بصراحه قلت يعني ممكن تنفع جدا مروان، بس زي ما انا فاجئتك يعني. أيوه. هي المشكله كان ما كانتش في الـ في الـ في الـ الاختيار بقى نفسه، اجيب لك لعيبه مين ومش لعيبه مين. بس انت فاجئتني انك مختار يعني التشكيله صح يعني. طبعا احنا قلنا ميسي وكريستيانو رونالدو دول اساسيين. ايوه عشان محمد صلاح طبعا حبيبنا يعني كده كده، حبيب المصريين كلهم وحبيبنا كلنا وعلى راسنا يعني. الباقيين زيدان طبعا ده حبيبي من زمان يعني، من احسن لعيب طبعا يعني. اولا اقرع زي دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا لعيب جبار ومدرب خطير يعني زيدان، يعني من الناس اللي هو علامات في كره القدم يعني. ونيمار نيمار طبعا، نيمار طبعا اسم كبير قامه برده في عالم الكوره بصراحه. طبعا نيمار طبعا اسم كبير وبرشلونه والوانهم جت حلوه وركبوا على الديكور سبحان الله يعني. ما كناش عارفين ان ده هيبقى الديكور لده. ده حقيقي. انا كنت عمال ادور لك بقى بصراحه على اي حاجه، لان ما كانش الحقيقه ما كنتش لاقي اوباميانج يعني، فكنت عايز اجيب لك اي حد من ارسنال. قعدت ادور بقى لغايه ما فين وفين لقيت الصوره دي، قلت برده احنا قبولنا قليل شويه. لا لا بالعكس. بس انا قلت لازم اجيب حاجه من ارسنال عشان ريحه الحبايب يعني. الدليفري وصل. ماشيين كويس يا عمر ولا ايه؟ 100 100 والله. نعمل حلقه حلوه ان شاء الله. مش هناكل ولا ايه؟ ناكل بعد الحلقه. ماشي.
خلاص بسرعه بقى حازم. طيب نرجع بقى لاصل الفكره بتاعت ارزع. احنا وصلنا لحته ان انت بتشجعني وجبت لي الديكور، ولكن تعال نرجع لاول القصه خالص. يعني الفكره بالنسبه لي كانت فكره مجنونه بصراحه. يعني لما انت جيت قلت لي في الاول، انا عارف بدايتك كانت مع كاس العالم لما رحت صح روسيا. صح قلت لك انا هسيب الشغل. انا ما كنتش موافق طبعا خالص، يعني ابني بيقول لي هسيب الشغل عشان تروح كاس العالم. كانت بالنسبه لي فكره طبعا يعني مش طبيعيه. وبعدين فكره قلت لي ايه، سيب الشغل عشان تقعد ترزع يا ابني؟ مش ممكن في كده في الدنيا. فانا فاكر انت قلت لي ساعتها دي فرصتي، عمري كم واحد بيروح كاس العالم ورايح روسيا وعندي سبونسر هيبعتوني، وانا كنت موافق. بس انت على فكره يعني ساعتها يمكن برضه نقول سر الرزيع، انت ما قلتليش ان انت هتستقيل. قلت لي انا هاخد اجازه من الشغل. أيوه. ولما ارجع هكمل. ايوه صح. وبعد ما رجعت قلت لي انا هقول لك بقى حاجه، انا استقلت من الشغل. وفاكر ان احنا اتخانقنا ساعتها جامد. اتخانقنا جامد. لا انا اقول لك على حاجه جديده بقى، انا كنت سايب الشغل بقالي 3 شهور. ما شاء الله عليك. هو ده يا جماعه مروان اللي انتوا ما تعرفوهوش، تملي بيفاجئني بحاجات. يعني كنت خدت الريسك، ولكن انا عارف ان انت طبعا بتبص على مصلحتي. ساعتها كانت الفكره جديده وعالم اليوتيوب، انا نفسي ما كنتش عارف ان في بيزنس وان ربح. انا كنت داخل برضو قطر، انا ما كنتش عارف كل ادراكاته ان احنا ممكن نطلع فلوس هنا، ولكن كنت واخد الريسك. طبعا انا كنت عارف ان ده كلام مش هيبسطك، لان انا كنت في شغلانه وفي حاجه ثابته برضو، ده الواقع ان احنا بنتكلم فيه، ان ده الطبيعي ان بني ادم محترم بيروح الشغل. ولكن برضو انت ما عندتنيش، يعني برضو كنتش موافق، ولكن الميزه انك كنت بتساندني برضو، تقول لي يعني براحتك، ولكن انا مش مبسوط مثلا. لا هو بس يعني هو فرق الاجيال يا مروان. يعني هي صح. يعني انا برضو بفكر الكلام ده كان مع ابويا الله يرحمه كده برضو. الله يرحمه. يعني كان في بينا شويه بيسموها جينيريشن جاب كده، يعني اللي هو تفاوت الاجيال في الافكار بتاعتهم. احنا يعني طلعنا على التلفزيون اتفرجنا على الحاجات، اليوتيوب بالنسبه لنا ما كانش لسه بالانتشار الفظيع ده لما انت بدات. يعني ده كان تخوفي لما قلت لي هاخد شقه واخد استوديو وابدا، ده كان القلق يعني. بس الحقيقه خليني اقول حاجه يعني بعترف بيها، هي مش سر يعني. يعني اللي عجبني فيك ان انت من اول يوم كان عندك فيجن، كان عندك رؤيه، وكان عندك فكره امنت بيها، واحنا عملنا لك سبورت كعيله يعني. طبعا. بس الحقيقه انت كان عندك فكره وكنت شايف ابعد مننا في الوقت ده. فانا من هنا يعني اسمحوا لي لو اوجه نصيحه للرزيع، ومش للرزيع بقى، لاهالي الرزيع. يا ريت، دي مهمه قوي دي. والله دي لما مهمة. يكون ابنك او بنتك عنده فكره كويسه ما توقفش حاجز بينك وبينه، بالعكس. يا سلام. يعني مهم جدا ان انت فعلا لما الواحد بيبقى عنده فكره مؤمن بيها بيحقق النجاح. تعترف انك كنت محتاج تسمع اكتر او تفهم اكتر، لان ده هيفيد جدا الاهالي، ان الرزيع هياخدوا الفيديوهات دي وهيفرجوها لباباهم ومامتهم، ويقعدوا يقولوا بصوا يعني هنا في اعتراف ان لازم يكون في فرصه لانك تشوف الموهبه فعلا، ممكن تامن بيه تسنده فعلا. فده كان صح. هي بتعتمد على حاجتين بصراحه، بتعتمد على الشخص نفسه صاحب الفكره وقدرته على الاقناع مع اهله، وبتعتمد كمان على يعني نوع الاهالي. في ناس بتبقى عندها ايمان بفكره اولادها. أيوه. مش بتكلم عليا انا وانت بس، بتكلم. أيوه. في العموم. وفي ناس طبعا بتبقى يعني عندها تحفظ شويه، لان يعني برده حته انك تبقى في وظيفه وبيجي لك دخل ثابت دي مريحه لكل الناس. وانا كنت من الناس دي على فكره، يعني ما كنتش عارف ان انت زمان حلمت وقلت لي هعمل واشتهر وفي يوم من الايام نقابل لعيبه كوره. قلت يعني خليه يحلم براحته يعني، مش ما بيرزع. حتى لما قلت لي عايز نعمل افلام وفي يوم من الايام نشتهر وننزل نقابل ممثلين ومش عارف ايه وبتاع، يعني انا ما كنتش مصدق الكلام ده، بس قلت خليه يجرب يعني. لكن الحقيقه التجربه اثبتت ان انت كان عندك يعني زي ما يقولوا يعني لونج تيرم او فيجن بعيده شويه، رؤيه بعيده شويه. مبسوط بقى دلوقتي باللي بيحصل؟ مش قوي. لسه في حاجات محتاجه تتحسن. لا 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 طبعا مبسوط بيك، ومش بس مبسوط بيك، فخور بيك الحقيقه. يعني لان انت زي ما قلت يعني عندك فكره امنت بيها وحددت لنفسك خطه معينه مشيت عليها. اعتقد ان كان في عوامل كتير قوي ساعدتك. اولا ان انت يعني صراحه يعني من وجهه نظري، اولا اول حاجه كرم ربنا وتوفيقه طبعا عليك وعلينا في اول حاجه. فده توفيق ربنا ده وكرم ربنا، دي حاجه يعني لا خلاف عليها انها دي رقم واحد. امين. ده عمر زيد ومراته نيال. عمر ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، مبروك عليكم. بتعمل فرح ورايا كده برضه يعني حبيبي يا عم، هنشيل في المونتاج ما تقلقش. رقم اتنين الحقيقه يعني ان انت الحقيقه يعني انت موهوب، وانا كنت زمان قلت لك ان انت ممكن تبقى يوتيوبر كويس، ممكن تقدم برنامج كويس، كنت شايفك تبقى مذيع رياضه كويس، كنت غاوي تمثيل قوي، بس انا كنت شايفك في الحته دي اكتر. عملت مسرحيات حلوه. ما انا اشهد على كده. ايوه. ده حقيقي. فالموهبه بتاعتك طبعا يعني ساعدت، وبعدين القبول من عند ربنا الحمد لله كان لي دور كبير جدا. يعني لازم اقول كمان ثلاثة واربعة دول مهمين جدا، التيم وورك اللي معاك اللي اشتغلوا معاك طبعا. انت برضو محظوظ ان معاك تيم كويس، كلكم بتحبوا بعضيكوا وعرفتوا تشتغلوا كويس مع بعضيكوا. لكن انا ارجع الفضل النهائي للرزيع طبعا، لان هم دول فعلا اللي يعني هم انت كبرت بيهم، هم حبوك وصدقوك وامنوا بالفكره معاك. وشايف العيله ما شاء الله بعد 600 الف النهارده كده على يا جماعه عايزين نوصل للمليون. ابويا بيقول لكم بقى يا جماعه بقى يعني عشان خاطري يعني المفروض انا هجيب 400 الف بسرعه يعني. ايوه دي طالعه كده عند الحاج الوالد يا عم الحاج يا عم. هتقعد تقول الحاج 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 ده بيقول عليك ان انت ابويا.
فالرزيع طبعا ليهم فضل عليك لان هم شجعوك وامنوا بيك. ويعني انا بحترم القناه الحقيقه ماشيه بطريقه كويسه وفيها احترام، ما فيهاش نوع من الاكزاجريشن او المبالغه. فيها مصداقيه بصراحه، فيها لا فيها مصداقيه لحد ما. طبعا انا يعني شهادتي مجروحه فيك انت ابني يعني. ايه لحد ما دي؟ لا الدنيا ماشيه كويس. الدنيا ماشيه كويس، الدنيا ماشيه كويس، بالذات انا بتكلم على ارزع يعني. ماشيه الدنيا كويس، واعتقد ان انتوا الى المزيد والعيله بتكبر ومزيد من التوفيق ان شاء الله يعني. دي شهاده نعتز بيها بصراحه يا جماعه، يعني ابويا ان هو يقول لي الكلام ده دي حاجه نفرح بيها جدا. ويعني انا مستني بقى رايكم في الكلام ده، ولكن انا لازم اقول برضو على الجزء اللي بيحصل من الناحيه الثانيه بقى، السبورت الدائم، مش سبورت يعني في حاجه الى حد ما هو سبورت في الشغل. يعني ابويا بيقرا الكومنتات اكتر مني، بيتفرج على العدد الارقام، يقول لي انت عارف انت وصلت لكام؟ اقول له انا 600 مثلا وخمسه، يقول لي لا انت وسبع فوق، انت داخل على 10 مش عارف ايه. فدايما حاجه دي انا بنبهر بيها بصراحه. عارف كل الناس اللي بتعمل برامج على اليوتيوب، في ناس انا ما بعرفهاش، يقول لي لا ده في واحد طالع جديد اسمه كذا عامل ديكور بص عليه، في واحد بيعمل محتوى هنا جميل جدا، في واحد عامل انترو ابقى بص عليه بص الفكره دي عامله ازاي. فبعد ما كنتش موافق على فكرة اليوتيوب إلى إدمانك لليوتيوب وكل ما يخص برنامج إرزع وحواليه. ده حقيقي. أنا طبعا بعمل كده الحاجتين، أولا طبعا أنت ابني فبحبك فعايزك تبقى أحسن واحد في المجال بتاعك. تاني حاجة أنا قربت أطلع معاش فبدور على شغل مثلا سوشيال ميديا حاجة زي كده أجي أشتغل. تبقى بتدرس صح يعني برضه بفكر لقدام، فلو تقبلني بعد كده يا نهار أبيض بار تايمر كده ولا حاجة سوشيال ميديا. لا وفول تايم ممكن نتكلم برضه، ربنا يخليك، بس هندفع الفلوس بعدين. لا طبعا بقرا الكومنتس وباخد بالي منها، ولان انت عارف ان انتوا ما عندكوش وقت كتير فبشوف الكومنتس. انا بتفرج والله بس الحاجات الكومن يعني اللي هي الشائعه فيها يعني، وطبعا بديك فيدباك اقول لك الناس على طول اتجاه رايح كده، ما تزعلش الزملكاويه، ما تزعلش الاهلاويه، خلي بالك جمهور مختلف عند الحته دي. لازم بتحس ان انا جريء شويه في الحاجات، ما تبقاش عايز نتكلم فيها شويه، بحس انك صادق بس الناس تملي الحاجه اللي ما بتعجبهاش يعني خلاص يعني. ما هو ده اليوتيوب بقى، ما هو ده اللي هو ده الجديد، هو ده التفكير الجديد. عشان كده احنا بنطلع زي ما بتقول نرزع في حلقات كتير بتكلمني انت بعد بالراحه يا ابني ده ممكن يعمل لك مشكله مثلا. صحيح. بالراحه ما تعملش تتكلم، ولكن بتبقى خايف. ولكن هو ده بصراحه الميزه، ان احنا خلاص الجينريشن الجديد والجيل الجديد انه بيتكلم في اي حاجه، والشباب بتسمع اي حاجه. صحيح. النهارده في التلفزيون ما كنتش اعرف استضيفك كده، النهارده عندنا في اليوتيوب اعرف استضيفك ونتكلم ونعمل اللي احنا عايزينه. دي ميزه برده الحقيقه. اليوتيوب طبعا بيديك مساحه يعني، انا برده حتى ليا تعليق مثلا يعني لما جبت احمد عز مثلا. أيوه. هو الناس المحللين كويسين جدا جدا بصراحه. آه. حسيت ان هو عنده حريه ومساحه اكثر للكلام غير لما بيطلع مثلا مع ابراهيم فايق، مع كل الاحترام يعني. شكل مختلف تلفزيون. أيوة. يعني على شكل تلفزيون. صح. حسيت ان المساحه اكبر شويه. وحتى البيور ما شاء الله انتوا عديتوا 200 الف في الحلقه دي يعني، يعني حلقه ساعه ونص ولا حاجه تجيب 200. أيوة. يعني دي حاجه مش سهله. الحمد لله يعني. كانت فعلا كانت حاجه جميله جدا. اليوتيوب تملي بيديك مساحه انك تتكلم فيها، وانتوا ما شاء الله موفقين فيها يعني. نخش بقى في سكه الكوره، علاقتي بيك في الكوره، وانت من الناس اللي حببتني جدا في الكوره وخلتني اشجع الاهلي طبعا، وده كان شيء جميل. وبعد كده الماتشات بتاعت مصر وحته الكوره دي بصراحه كانت البدايه عندك. فاكر ذكريات ان انت في الكوره؟ طبعا طبعا افتكر وان انت صغير، احنا كنت لسه انا ساعتها غاوي كوره قوي بروح الاستاد. هنتكلم في ده بقى، هنتكلم في الماضي يعني. لكن افتكر وانت صغير كنت انا اول واحد خدتك على الاستاد. دي حقيقه اول ماتش روحته في حياتي. تفتكر ايه هو؟ لا مش فاكر. لا مش فاكر. فاكر؟ اعتقد ان انا فاكر. ايه بقى؟ اعتقد كان حاجه في الدوري اظن ولا ايه؟ مش عارف، هو كان تاني ماتش ولا تالت ماتش، بس انا خدتك معايا الاهلي وريال مدريد لو تفتكر. ده رحت وده رحت. من البدايات ده، ومن الغريب ان احنا فزنا 1-0 ساعتها. فاكر مين اللي جاب الجون؟ اعتقد كان لعيب افريقي اسمه ساندي. صح مش كده برضه؟ صح ساندي. وكان ده اول ماتش لمانويل جوزيه على فكره مع الاهلي. اول ماتش لمانويل جوزيه مع الاهلي. وكسبنا ريال مدريد 1-0. كان وشك حلو. ده مدرب عظيم. لا ريال مدريد كان لسه بقى فيه نجوم كبار جدا ساعتها على فكره. احنا رحنا كمان روما والله. خدتني روما ومارسيليا. فاكر لما ميدو جاب فينا الجون او كنسلت فيجو؟ انا مش فاكر. قولوا لنا رزيع اللي كانوا فاكرين. انا فاكر ان انا رحت معاكم ميدو جه. لا احنا رحنا كمان برشلونه اللي اتغلبنا فيه 4-0 في المئويه بتاعت الاهلي دي. برشلونه كان في بقى ميسي كان صغير ساعتها. أيوة شويه. ايوه فانا انت شفت اللعيبه الدوليين دول كلهم قدامك فيس تو فيس في الاستاد يعني. صحيح. بس ما كانوش لسه بالشهره بتاعت النهارده يعني. صح. ده اللي بدا يحببك الماتشات دي كنت شوية. انت بتركز عليها ان احنا نروح حتى. صحيح. الدوري كنا بنروح ماتشات في النص كده. صح. يوم ثلاث كان زمان عندنا يعني دوري، وان انت تروح اي ماتش في نص الاسبوع كده كنت بتاخدني ونطلع على ماتش الاهلي نقعد في المدرجات. صح. فكانت ايام حلوه حقيقي. فاكر اول مره ايضا انا رحت فيها الاستاد كنت خايف. كنت رحت انا واصحابي، قلت لك انا رايح، قلت لي انتوا صغيرين قوي ان انتوا تروحوا الاستاد، كان نهائي مع القطن الكاميروني، وقعدت تطمن عليا وقلت لي برافو عليك انك رحت ودخلت وانتوا صغيرين. فاكر انت اللقطات دي؟ طب انا هحكي لكم على حاجه ثانيه. اول تيشيرت كوره من الحاجات اللي جات لي وانا معلقها جوه في مكتبي كانت تيشيرت هنري 2006، وكانت اخر تيشيرت يلعب بيها على ملعب الامارات، كانت تيشيرت
تيشيرت مميزه جدا، ان بيتي وهنري بالذهبي كده، وانا ما كنتش قايل ان انا ساعتها بشجع ارسنال، يعني ما كانش ايه الموضوع الاوروبي ده اتشهر، ولقيته جايب لي تيشيرت هنري فانا اتجننت. عرفت منين بقى الموضوع ده ولا كان احساس؟ والله بص يا مروان، زي ما انا شجعتك على الكوره انا ظلمتك في ارسنال. دمرتني بدي. يعني شجعتني. انا فاكر ان انا سافرت بره وقلت لي نفسي في تيشيرت كوره، فروحت انا جبت لك تيشيرت ارسنال ده، وكان تري اونرين رقم 9 تقريبا، كان 14. كان رقم 14. رقم 14 جبت لك التيشيرت ده، ومن ساعتها انت بقيت تشجع الارسنال. خلاص يعني. انا اتاكدت عندي المعلومه ان لا دي الصدفه دي. صحيح. اكيد بقى، يعني انا بحب النادي ده جدا. صح. جدا، وهكمل معاه. صح، انا فاكر الكلام ده كويس. بالمناسبه انا مبسوط ان انت ده التيشيرت الوحيد اللي حاطه في المكتب بتاعك الخاص، اللي المكتب اللي جوه. معرفش عشان انت حبك في ارسنال ولا تيري اونري ولا عشان انا اللي جبته لك. ده انت اللي جبته لي طبعا. ثلاثة. بمناسبه بقى تيشيرت ارسنال، ليه دايما بتكلمني بعد ماتشات ارسنال تقول لي يا ابني انت هتفضل تشجع ارسنال لامتى؟ كده غلط على صحتك، وانت عندك ضغط وكوليسترول يعلى، فما تشجعهمش قوي وما تركزش معاهم. ليه بقى اللي... لا هو طبعا يعني طبعا ارسنال فريق عظيم يعني، وانا فاكر ان ارسنال ما اعرفش سنه كام كان الفريق اللي الانفينسيبل لا يوكر ده، يعني فاكر انا طبعا 2003 2004 طبعا كان فريق عظيم، وتيري اونري وارسن فينجر. انا يعني فاكر، بس طبعا ارسنال يعني زي فرق كتير الحقيقه يعني مش موفقه الفتره، فكل ما اشوفك بعد الحلقات واسمه يرزع المدفعجيه او كنبه الحمراء والصباره ومايلو بتاع تصعب عليا يعني، بحس ان انت هيحصل لك حاجه من كثر الاحباطات اللي بتجيلك. الصياح بيقولوا هم. الصياح بقى ده اللغه الجديده. يقعدوا يتوهوا هم بينبسطوا، بس انا شايف ان رزيعة مبسوطه بالاحباطات بتاعتك. في ناس يعني عارف ليه بتفرح جدا فيك في القصه دي، فاذا كان عشان خاطر الرزيعة خليك ارسنال. اتحرق دمك شويه. لا فرقه عظيمه وترجع تاني يعني، بس انت كنت مؤمن قوي بارتيتا وقلت لي بروجكت مش بروجكت، وبعدين دلوقتي عايز خلاص داري عليا. معلش قالت ارتيتا ومش عارف هم نسيوا ما تفكروا. لا هي المانجمنت بتاع ارسنال وحش. ايوه اداره ارسنال هي المشكله كلها، لان هم اعتقد بيفكروا في الفلوس مش بيفكروا في المجد الكروي يعني. بقى بيزنس. بيزنس بالظبط كده. مش حال ارسنال بس، حال انديه كتيره بينا. شوف برشلونه حصل فيها ايه بسبب الماديات برضه. فاعتقد ايه رايك في اللي حصل في ميسي؟ يعني ناخدك كده، احنا مش محضرين فاحنا ناخد الحلقه في ايطاليا. بس انا يعني طبعا مش متابع الكوره حديثا زيكم كتير. متابع يعني حلقاتي مش كلها. لا متابعها كلها. متابعها كويس. فاكيد عندك درايه كبيره باللي بيحصل. رايك ايه في ميسي ان هو مشي كده؟ يعني هل شفتها حاجه كبيره؟ هل شفت ان ده ياثر جدا ولا كان صح ان هو يمشي مثلا؟ يعني بص، هو ميسي ده طبعا اسطوره يعني، ميسي ده يعني، بس هي مشكله ميسي ان احنا كلنا شفناه كل عمره في نادي برشلونه. يعني من هو صغير ميسي ده قعد عمره كله في نادي، فهو صعب الواحد يشوف ميسي لابس تيشيرت تاني او نادي تاني. صح. انا ده كان رايي. هو مفيش صح وغلط، بس يعني عايز اعرف رايك كده. كنت تتمنى تشوفه في حته غير برشلونه ولا لا؟ كنت اتمنى ان هو يختم حياته في برشلونه. لكن ما تقدرش تلومه برضه. يعني هو دي حاجات حصلت في اسبانيا، موضوع الضرايب والحاجات زي يعني، نادي برشلونه مش هيدفع له الفلوس اللي عايزها. صح. فهو كان لازم برضه قدامه سنتين ثلاثه يكمل. يعني حلو قوي ان كريستيانو رونالدو رجع مثلا الدوري الانجليزي. ان ميسي راح الدوري الفرنساوي، اعتقد الحاجات دي كلها هترفع بقيه الدوريات، ما يبقاش بس التركيز على الاسباني بس. صح. يعني. صح. فلو تسالني انا لا برشلونه ولا ريال مدريد، انا اهلاوي يعني. اهلاوي بس. مش هتفرق معايا خالص يعني. لكن طبعا ميسي كنت احب ان هو ينهي حياته في برشلونه يعني. طيب من هنا نتكلم على اعظم لعيبه في العالم. شايف ان في حد اعظم من ميسي؟ رونالدو مثلا، مارادونا، بيليه مثلا؟ لا هي وجهات نظر يعني، هم دول كلهم عمالقه بيني وبينك يعني. يعني لا لا خلاف ان ميسي احد الاساطير الكرويه لطول الفتره وللجيل الحالي، لكن برضو كريستيانو رونالدو لا يقل يعني كفاءه عنه يعني، برضو لعيب ممتاز. ما تخافش مش هيتضايقوا هم حد. لا لا لا، انا بقول رايي بصراحه يعني الاثنين. انا ما عنديش انتماءات، فدي ميزه يعني، لا عندي برشلونه ولا عندي ريال مدريد ولا، بالعكس يعني هما اتنين لعيبه كويسين. بس انا كمان شايف ان في لعيبه على جيلنا احنا كانت اعظم منهم شويه يعني. لا شك ان مارادونا ما حدش هينساه يعني. انت بتميل للجيل ده اكتر برضه؟ جيلي اللي انا اتفرجت فيه على كوره وكنت مهتم بالكوره اكتر دلوقتي. يعني مارادونا عن ميسي يعني، انا ميل لمارادونا اكتر. تميل له احبا اكتر. طبعا عمل انجازات برضو يعني، صعب ان انا هو بس يعني نهايته كانت حزينه شويه، حزننا كلنا لان كان طبعا اسطوره. لكن طبعا مارادونا ده يعني برضو ظاهره يعني. لكن الحقيقه لو تسالني هقول لك اللي اعظم من الاثنين بالنسبه لي يعني. ايوه انا مش قديم قوي كده، هو طبعا اكبر مني بكتير. مين؟ بس انا لما طلعت الكوره واتفرجت كان اسطوره واحد ساعتها كان بلي. طبعا بلي. بلي طبعا ده اسطورتك المفضله. ده الاسطوره الخالده فعلا. طبعا طبعا. طب بالمناسبه ده يا جماعه، واحنا داخلين نصور الحلقه الحقيقه يعني، ابويا جالي وقال لي بص ما تعمليش بقى منظرجي وتقول لي سواريز وتقول لي فاتي، ده كل دول ايه بالنسبه لك انت. ولكن انا كبقى ارزع مع سيري الحقيقي، انا متصور ومتكلم مع حد تاني خالص وبالاثباتات عشان محدش يقول انها فوتوشوب. تعالوا نشوف الصوره اللي قدامكم على الشاشه ده، وده بلي
ايه مع ابويا يعني وادي الصوره الحقيقيه هي خدناها ايه ده دي قصه دي طبعا. بس عايز اقول لك حاجه، الناس هتقول لك هو ده باباك. اه طبعا الصوره دي بقى شعر. الصوره دي بقى 32 سنه. يا نهار ابيض. الصوره دي بالظبط زوم على الصوره كده يا حازم عشان ايه نجيبها في الكاميرا. صوره تقيله قوي دي 89. احكي لنا طب صوره القصه وازاي شفت بيليه ده فين والقصه اللي وراها بس بقى. بس بيليه اسطوره يعني، ده اللعيب الوحيد اللي انا حبيت اتصور معاه لان دي مش هتتكرر تاني يعني. اولا بلي جه مرتين بس مصر. ايوه مره كان ساعتها فريق سانتوس في البرازيل كنت انا صغير ساعتها شويه، وجم لعبوا الاهلي وكان الاهلي في قمه مجده يعني، وسانتوس كسبت الاهلي 5-0 ساعتها. طب بلي بقى ايوه ليه يعني هو نزل من الطياره عمل كده يعني هنكسب يعني. فكان عندنا مذيع لطيف قوي اسمه محمد لطيف. أيوه. قال لك بلي الحاج يجيب جونين وجاب جونين. اي رزع رزع من زمان رزع شغال من زمان رزع يعني. اسلوب حياه. دي المره الوحيده. والمره الثانيه كان بلي كان ساعتها بقى وزير الرياضه في البرازيل يعني، وبرده الكلام ده من حوالي، لان دلوقتي بلي تقريبا عنده 82 او 83 كان سنة. عنده اجتماع خاص معاك سمعت؟ لا مش اجتماع خاص معايا انا في مصر. لا طبعا لا هو كان كان في مصر يعني في احد الفنادق الكبيره، وانا كنت الحقيقه متواجد هناك يعني وعملت مجهود جدا عشان اتصور مع بلي لانه كان وزير الرياضه وكان حواليه حراسه قويه وكان حواليه مديره اعماله. كان صعب الوصول اليه جدا 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 اكتر من تتخيل. طب عملت ايه؟ كل مصر كانت عايز تصور مع بلي طبعا. فانا عملت خطه عشان شايفك لابس بدله ومظبط الدنيا صحيح. أيوه. صحيح. فعملنا خطه لطيفه بقى مش هحكيها عشان ما نزهقش الرزيع يعني. لا 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 يا ريت نعرف تفاصيلها. بس حاولت اتكلم مع اي حد ان انا اتصور معاه كل الناس قالوا لي لا انسى يعني لان في اكتر من جردات بقى وكده 1000 واحد عايزين يصوروا مع بلي يعني. الناس لما عرفت ان بلي موجود في الفندق ده مصر كلها جت ساعتها يعني. طبعا حاجه زي ميسي دلوقتي كده. فانا كنت محظوظ الحقيقه. هو راح الحمام ولد بره. رحت خارج وراه على طول. وهو خارج قلت له بقى كابتن بلي يعني، قلت له يعني هنقابل بلي كم مره في الحياه؟ قال لي جاست وانس، هي مره واحده. قلت له مش هفوت الفرصه لازم اتصور معاك. كنت اقنعته. لا هو اقتنع تماما، هو ما كانش عنده مشاكل طبعًا. بس الحشد اللي حواليه. جبت بقى مصوراتي وكنت جاهز انا للقطه بتاعته. كنت جايب مصوراتي بره مصور محضره والله العظيم. ده تارجت فعلا يعني. مديله فلوس يا مش هتتحرك هنا لما تصورني مع بلي. ده هدف يعني من اول ده بلي يعني فعلا. اتصورت معاه وعايز اقول لك بعد كده ان انا يعني ناس كتير جدا يعني قالت لي انت وصلت له ازاي يعني. صعبه جدا طبعا يعني. انا بدور عليها بقالي اكتر، قلت لك انا مصور مع بلي انت مش مصدقني. ايوه كنت مصدق فعلا. بقالي اكتر من 25 سنه قعدت ادور في كل الكتب لغايه ما لقيتها في صوره يعني في كتاب من الكتب. كنت لسه يمكن بحكي لحازم اول ما كنا الاستوديو فعلا لقيتها جوه كتاب فعلا جبتها جوه كتاب عشان دي يعني مفاجاه للرزيع مش هتتكرر يا جماعه يعني. أيوة هو كان طول عمره بيقول لي اتصورت مع كلمت مع سواريز ومع اسمه ايه وفاتي. فاتي فده بلي بقى معلش يعني احنا اسفين انا سري الاصل صح جدا صح جدا. عموما لو الصوره ضاعت هتلاقيها عندنا في الحلقه يعني خلاص هي طلعت ممكن تبقى تقصها في اي وقت الحمد لله. طيب لازم بقى ناخدك انت في هنا في رزع اوروبا ورزع بقى ايه الكوره وبتاع، فلازم نخش برده في الجانب الكروي. الناس عايز تعرف برده معلوماتك الكرويه بتقول ايه، مين لعيبتك المفضله. فانت احكي لي مثلا عن الجيل اللي انت كنت بتحبه. انا عارف ان انت دلوقتي ما بقتش تحب الكوره قوي وعايزين نعرف ليه برده، بس خلينا نرجع الاول بالجيل اللي انت حبيته وابتديت تشجع على الاهلي عشانه. مين ابرز اللعيبه مثلا اللي كنت بتفضلها مثلا في جيلك؟ انا حبيت الاهلي الحقيقه. احنا كنا بنقول ده الجيل الذهبي بتاع الاهلي. هو طبعا لا خلاف ان الجيل الذهبي هو ابو تريكه بركات وعصام الحضري صحيح يعني، بس انا بالنسبه لي جيلك انت. وانا كنت بتفرج كوره كتير ساعتها يعني، بس احنا لما بدانا كنت انا صغير بقى، كنت مثلا عندي 10 سنين 11 سنه وكانت البدايه مع الاهلي. كان عندنا جيل عمالقه يعني. انا بالنسبه لي الاسطوره المصريه الخالده يعني شئنا وابينا محمود الخطيب يعني. بالنسبه لك برضو لا كابتن محمود الخطيب ده اسطوره لم تتكرر يعني. تقول لي احسن موهبه مصريه في مصر هقول لك محمود الخطيب على ابو تريكه وعلى محمد صلاح كمان. ياه. محمد صلاح احسن انجازات كلاعب ده من وجهه نظري الشخصيه. ايوه دي كل واحد حر. محمد صلاح ايقونه وايكونيك مش هيتكرر تاني. انجازاته صعب قوي ان حد يكررها كمصري، لا خلاف على كده. بتكلم على موهبة المصريه ساعتها محمود الخطيب. اعتقد الجيل الجداد انت وجيل الرزيع ما شافوش موهبه محمود الخطيب. ما حضرناهوش على الحقيقه فعلا يعني. انا كنت لسه بحكي مع عمر برضو. رحت له ماتشات في الاستاد كتير كتير جدا. انا كنت تقريبا كل ماتشات الاهلي كنت بحضر من الاساسيين يعني في الاستاد. لا من الاساسيين اللي هم الناس كانت بتحضر يعني. كنت على طول بعد المدرسه بعد الجامعه نطلع الماتشات. ايام جميله دي انك تخلص وتروح كده. وكانت الدنيا رايقه وكانت الدنيا كويسه عن كده. لسه بحكي لعمر برضو قبل ما
قبل ما نخش نصور كنت بقول له في فرق ما بقاش ليها وجود في الدوري المصري ايامنا احنا. زي مثلا التصنيع. البلاستيك. البلاستيك. الطيران. ايوه صح. الشرقيه. الاولمبي. دي كانت فرق كبيره جدا يعني. كانت فرق عامله قويه جدا. الاهلي كان بياخدهم رايح جاي 6-0 6-0 على طول 5-0 5-0 خطيب ليه 4 تجوان كل ماتش لا الخطيب بيسجل 3 تجوان 4 تجوان يعني فاهم ازاي. فكان بالنسبه لنا ساعتها يعني كان شيء غير بس مش الخطيب الحقيقه بس كان في لعيبه كتير يعني لو حبيت اقول لك مثلا تشكيل الاهلي السبعينات والثمانينات. فاكر التشكيل؟ ممكن نفتكره مع بعضينا يعني. انا مش هفتكر طبعا زيك بس يعني بس هتفتكر اسامي كتير. طبعا يعني. عارف الاسامي بس انت تقدر تحط لي تشكيل النادي الاهلي في الجيل اللي انت كنت بتتفرج عليه؟ طبعا اكيد. طب يلا نختبر معلوماتك. يعني مثلا حراسه المرمى هيكون في الجون يعني اما اكرامي اما الله يرحمه ثابت البطل. ده انت بتجيب الاثنين كمان. يعني ما انا ماشي. ممكن اجيب لك 8 كمان. ده شيء اكرامي وثابت بعد يوم بقى طبعا مرحله شوبير وبعدين عصام الحضري وهكذا يعني فاهم ازاي. طب مين افضل جون في التاريخ واحنا بنقول كده مصر يعني في تاريخ مصر؟ هو بص يعني الاهلي والزمالك كان فيهم وكان فيه كمان حراس مرمى كويسين جدا يعني. لا بس قول لي اسم واحد ونكمل الفريق من يعني انت شفته عشان اكون منصف يعني. اعتقد حسام الحضري هو كان احسن. حسام الحضري طبعا عمل انجازات صعب انها تتكرر يعني مع حب الاكرامي وثابت البطل. لكن عصام الحضري برضو يعني انجازاته صعب انها تتكرر يعني. طبعا. طيب خط الدفاع على جيلي. ناخد بقى من اليمين للشمال كده. ماشي. يعني هيكون احمد عبد الباقي. مش هتفتكره انت بقى. مش فاكر احمد عبد الباقي كان بيسموهم بقى السرد باكات. ايوه. كان حسن حمدي اللي هو كان رئيس نادي الاهلي وزير الدفاع. ده كان وزير فعلا يعني. طبعا. وبعديه كده بقى كان في مصطفى يونس. وكان في ماهر همام جه بعد كده. ايوه. وعلى الشمال فتحي مبروك. انت طبعا اسم فتحي مبروك مدرب معروف طبعاً. يعني. طبعا. فتحي مبروك ده كان خط الدفاع. طب اقوى مدافع شفته في حياتك؟ ابراهيم يوسف الزمالك. ياه. ممتاز ولا ده عشان الموازنه؟ لا ده حقيقي. لا ابراهيم يوسف كان مميز بجد. طبعا اعظم مدافع في اللي انا شفتهم في الطريقه اللي انت اتفرجت عليهم. ابراهيم يوسف الزمالك ده كان صعب ان هو يتكرر تاني يعني. ماشي. الحقيقه الواحد يكون منصف يعني. ماشي تمام. نخش على نص الملعب. مين الجيل نص الملعب؟ ممكن اقول لك مثلا 20 لعيب في نص الملعب ساعتها يعني. هقول لك لازم انا فاكر مين اللي كان بيلعب ساعتها. كان في لسه صفوت عبد الحليم. ده كان لعيب رهيب يعني. ايوه. كان في جمال عبد العظيم. ايوه. كان في طاهر الشيخ. طبعا. كان في شطه. كان في جمال عبد الحميد قبل ما يروح. لعيب كويس قوي في الاهلي وبعد راح الزمالك طبعا. كان في حازم خالد. كان في خالد جد الله. كان في مختار. كان في لعيبه كتير قوي يعني. دول لعيبه كتير. لعيبه كتير قوي يعني في وسط الملعب. طب اعظم لعيب نص بالنسبه لك في تاريخ مصر ابو تريكه مثلا ولا حد تاني؟ لو اعتبرت ابو تريكه يعني نص ملعب. لا طبعا ابو تريكه طبعا فاز. ابو تريكه طبعا. ابو تريكه يكسب. لا طبعا ابو تريكه موهبه استثنائيه برضه. طبعا. انا واخد حبي ليه برضه منك على فكره يعني. لو قلت لك مين رقم 2 بعد الخطيب ابو تريكه على طول يعني. على طول طبعا مفيش كلام. لا طبعا على طول ده اسطوره يعني. طيب خط طبعاً. الهجوم بقى هما كانوا ثلاثه مميزين جدا والثلاثه احسن من بعض. مش عايز حاجه تانية اكيد. مصطفى عبده. الخطيب زيزو. ده كان خط هجوم خلاص. ده يعني خط هجوم زي ليفربول دلوقتي كده. صلاح ماني فيرمينو بالظبط. اقوى ساعتها خلي بالك يعني. كانوا فظاع يعني. لكن كان في لعيبه كمان في انديه تانية يعني ممكن اقول اسامي برضو يعني. الزمالك مثلا كان في شويه لعيبه برضو جامدين جدا يعني. طبعا حسن شحاته على قمتهم. طبعا. فاروق احمر كان ملك النص برضو. طبعا يعني لو تقول لي خط النص اقول لك فاروق احمر. فاكر برضو كويس. طه بصري كان هايل. الله يرحمه. كان في لعيب اسمه علي خليل في الزمالك. مين اللعيب اللي كنت تخاف منه في الزمالك اللي هو حسن شحاته وفاروق جعفر؟ الاثنين دول. حسن شحاته بيجيب اجوان وفاروق جعفر بيجيب بلنتيات. طول عمره كان بيعرف يتشنكل كويس وبتاع معروف يعني. لا كان فظيع. ملك النص يعني فاروق جعفر طبعا يعني. طيب خلاص. لعيبه بقى في انديه ثانيه يعني ما يتفوتوش يعني. مين قول يعني مثلا الاسماعيلي علي ابو جريشه. ايوه طبعا. بيسموه فاكهه الكره المصريه. لعيب كويس قوي يعني بس ده جيل قديم شويه. الترسانه مثلا حسن الشاذلي ده الهداف اللي محدش عداه لغايه دلوقتي اعتقد. طبعا الدوري اعلى هداف لغايه دلوقتي. صح. ده انا بتكلم في الجيل القديم. حضرت بعد كده بقى رضا عبعال في الاهلي والجيل ده بقى حديث شويه. ايوه ده جيل حديث شويه. فاهم ازاي؟ بس احنا بنتكلم على جيل السبعينات والثمانينات. ايوه الجيل اللي انت كنت يعني. بتفرج عليه يعني. في بعد كده جيل ظهر جديد بقى رضا عبد العال وماهر همام ربيع ياسين. او ربيع ياسين طبعا لعيبه كويسين جدا يعني. وحسام حسن ده وابراهيم حسن. دخلنا بقى في جيل جديد شويه برده. وهاني رمزي كان في عمالقه برده خلي بالك. مش عايز. وطاهر ابو زيد طبعا. طاهر ابو زيد من لعيبه كويسه جدا يعني. طب نقدر نقول ايه اقوى جيل للاهلي شفته بانجازاته بتاريخه؟ انت حضرت تقريبا كل الاجيال.
بركات وعصام الحضري ده من رأيك؟ لا طبعا ده جيل مش هيكرر تاني يعني. انا اتفق معاك على فكره طبعاً. كان في لعيبه ابزاز يعني مش ممكن يعني تاخد عصام الحضري، تاخد وائل جمعه، تاخد عماد النحاس، تاخد عماد متعب، تاخد بركات، تاخد ابو تريكه لا طبعا ده كان جيل برده صعب ان هو يتكرر يعني، صعب يعني هايل. طب تعال نروح لاوروبا شويه. تمام لاوروبا بقى، معلوماتي على قدي في اوروبا شويه مش مشكله، بس رايك ايه في محمد صلاح مثلا؟ لازم اكلم معاك في نقطه زي دي، ان هو لاعب متهيليش حد عمل كده في الجيل عندك خالص، او كانت نقله برده من التطورات بتاعه الشباب الصغير انك تشوف لاعب بيلعب في التوب ليفل بتاع اوروبا ده. ولا حلمنا ابدا ان في مصر في يوم من الايام يكون عندنا لعيب مصري في التوب 5 ولا التوب 3 ولا التوب 10 ولا كنا نحلم التوب 100 طبعا. يكون عندنا لعيب في التوب 1000 دول ايه يعني انجاز يعني. اه طبعا. فالنهارده بيني وبينك محمد صلاح، انا عاجبني محمد صلاح، المسيره بتاعته كلها حلوه. محمد صلاح بس مش لعب، محمد صلاح كمان يعني بيسموه لايف ستايل، اسلوب حياه. صح. ذكي، طور نفسه، عارف يندمج، اثبت ان هو كويس. وبعدين انت تاخد برضو يعني هداف في انجلترا دي يعني مع كل العمالقه دي، موضوع مش سهل ابدا يعني. صعب جدا. هو ماشي خطوات كويسه وعنده بلان وعنده فيجن، واعتقد ان هو ماشي كويس. لا مش هيتكرر محمد صلاح، يتمنى يكون في لعيبه زيه. نتمنى طبعا بس صعب. محمد صلاح المينتاليتي اللي عمله ده فعلا هو لما بيقول مش بيهرج. لا لا ده حقيقي يعني، دي حقيقه بغض النظر عن الهزار. هو الراجل فعلا قدر يوصل للشكل المثالي للعيبه العظيمه اللي بتلعب في الحته دي، ان هو يوصل للمرحله دي يقول لك داخل على 500 الف استرليني في الاسبوع وما شاء الله ربنا يزيده يا رب. فان هو حقه، لان هو وصل فعلا ان هو بيتنافس مع صداره الهدافي في البريمير ليج والناس دي كلها، فده في حد ذاته انجاز صلاح كبير فعلا. مؤثر في ليفربول يعني، لو غاب يعني بتريق على منتخب مصر يقول لك محمد صلاح لما يغيب عن منتخب مصر بيتاثر. ليفربول لما بيغيب محمد صلاح الفرقه بتتاثر يعني. طبعا انا بحسك بتشجع ليفربول عشان محمد صلاح، اوقات كتير تحب تتفرج تقول لي صلاح هيلعب امتى برده يعني انا ميل ليفربول عشان محمد صلاح. اه بحسك يعني كده برده يعني، زي مصريين كتير برضه. صلاح بالنسبه لي يعني زيك يعني، هو تقريبا الفرق بينه وبينك سنه او سنتين. ايوه ايوه. بعتبره ان هو فعلا من جيل يعني ولادي يعني، فانا بحب محمد صلاح زي اي اب حاسس نظره تانية برضه دي. طبعا طبعا. يعني طبعا. احنا بنعرف نتكلم مع جيل محمد صلاح اللي قدنا، ولكن نظرتك بتبقى مختلفه لجيل الكوره. هو يعني نموذج كويس للشاب الناجح. صح. يعني بس مش في يعني في الكوره، لا هو انسان بكل مواصفاته انسان ناجح. هل محمد صلاح خلى برضو الافق عند الاهالي انهم يسيبوا اهاليهم ولادهم يلعبوا كوره اكتر؟ انهم دلوقتي بص يا بابا محمد صلاح بقى فين، بص حتى تريزيجيه، بص اللعيبه اللي بتطلع بره، هل ده فتح النطاق مع الاهالي شويه؟ طبعا يعني طبعا. احنا عندنا بيقول تملي ايه، عندك حاجه اسمها رول موديل او النموذج اللي يحتذى بيه. محمد صلاح طبعا النهارده بوجوده في العالميه ده خلى كل واحد اب جايب كوره لابنه وقافل عليه. ده في ناس ما بتعلمش ولادها، بتعلمه كوره بس يعني. يعني هو بقى اصبح انفستمنت، استثمار. صح طبعا. النهارده كمان في لعيبه بدات تطلع يعني، يعني جنب محمد صلاح هنشوف لعيبه تانيين هيطلعوا، واخد بالك ازاي؟ وعندنا نماذج كتير كويسه يعني، عندك المحمدي كان كويس برده، واخد بالك ازاي؟ عندك محمد طالع، مصطفى محمد، هاني رمزي قبل كده كان في المانيا كان ناجح. في لعيبه كتير احترفت يعني، بس محمد صلاح عدى الجميع طبعا. حتى ميدو بتاع عدى حته الليفل ده كويس. طبعا حسن. فاكرني وانا بلعب كوره كنت قلت لك انا كنت عايز ابقى زي محمد صلاح كده. هو انت بيت محمد صلاح صعب مش قوي، صعب عليك شويه يعني. يعني فاكر انت كنت بتمرن؟ انا كنت لعيب، كنت فريق نادي السيدز. ايوه. وكنت بوديك هناك اتفرج يعني عليا، كنت بتفرج عليك. ايه كانت عيوبي؟ قول بصراحه عادي. انت ما كانش عندك مميزات. على هوا كشيله سعيد. لا بس احنا ما كملناش للاسف للدراسه والصعوبه. أيوة. الالتزام والمرواح والبتاع، وانا كان ليا جزء في الحته دي بصراحه، بس الحمد لله ربنا عوضك بيرزع بقى يعني. الحمد لله. فاكر تعليقك عليا الدائم وانا بلعب كان ايه؟ ايه كنت بتسرح شعرك اكتر لما تلعب كوره. وحط ايدي في جيبي، تقول لي اللعيب الوحيد اللي في العالم، المهاجم الوحيد اللي حاط ايده في جيبه. دي كانت غريبه فعلا. ده حقيقي يعني. كانت بتضايقك الحركه دي قوي؟ لا ابدا، كنت صغير ساعتها يعني، فكان ده كان طبيعي يعني. ايوه. نص العيال كانوا حاطين ايديهم في جيبهم يعني. كانت عادي، مش مشكله يعني. بس انت من زمان بتحب الكوره يا مروان. انا كنت بحب الكوره جدا. طيب هنا نقدر نختم الحلقه، ولكن قبل ما نختم الحلقه في سؤال اخير ممكن نتكلم فيه، وهو شايفنا رايحين فين؟ يعني انا يهمني جدا نصيحتك. هو مين؟ احنا كيرزع وانا كمروان والبرنامج واليوتيوب، مطمن ولا لسه بتفكر ان انا ممكن اشتغل في حته، ممكن تشوف ان انا ابقى في حته تانية، ممكن يبقى اليوتيوب ده فعلا هو التلفزيون الجديد؟ شايف المستقبل رايح فين بيا من نظرتك؟ احب اسمعها برضو. طيب يعني هو طبعا العلم يعني عند الله، طبعا مش عارف بكره في ايه، الدنيا بتتغير كل 5 سنين 10 سنين. مين كان يقول الناس هتسيب التلفزيون والسينما وتتفرج على اليوتيوب؟ كنت بتقول لي الكلام ده؟ تراجل واحد زيك. ما كنت بالعكس، ما كنتش بصدقك بالعكس. النهارده اعتقد الناس النهارده في الحمد لله
بداوا يسيبوا التلفزيون وبداوا يشوفوا، لان اعتقد ان اليوتيوب بيبقى فيه مصداقيه اكتر، تعتمد برضه على اليوتيوبر. الشباب نجحونا، الشباب نجحوكوا، والشباب حسوا مصداقيتكم، وان انتوا عندكم مساحه من الحريه تكلموا فيها، عندكم فيرنس اكتر. اعتقد ان التلفزيون بيكون حاطط لك يعني زي ما بيقولوا ايه فريم ورك او اطار معين للشغل ما تقدرش تخرج عنه، مفيش مساحه حريات كتير. فدي ميزه اليوتيوب، فاعتقد اليوتيوب هيستمر فترة طويلة. ده بالنسبة لليوتيوب ان جنرال يعني. صح. ارزع رايح فين؟ يعني انت لو كنت زمان تقول لي هجيب 500,000 و600,000 ومليون وبتاع، كنت انا شايف ان الحلم ده بعيد بصراحة يعني. الحمد لله يعني فضل من الله وباجتهادكم طبعا، وانا عارف انك بتشتغل كتير قوي يا مروان بصراحة يعني. يعني الحقيقة مروان من الناس اللي بتشتغل ممكن هو والتيم بتاعه من 15 ل 20 ساعة ساعات في اليوم في بعض الايام. الحقيقة الموضوع مش سهل، كنت فاكر ان هو سهل يعني. بشوف ان انتوا ممكن توصلوا للمليون يعني. انا بتوقع لك لو فضلنا ماشيين بالمعدل ده انتوا يعني كتيم تدينا امتى المليون رزيع؟ يعني ممكن اديله مثلا بداية احنا كام سنة؟ 21 بتخلص اهو، ممكن نقول في الربع الاول من 23. يا جماعه اثبتوا لوالدي بقى ان الكلام ده غلط، وان احنا هنوصل المليون رزيع، ان احنا انا كسبتك في التحدي بتاع نص مليون. ودي برضو يعني حاجه نقولها، كنت متوقع ان احنا ما نوصلش النص مليون في الوقت ده. صح. وكسبنا التحدي، فانا عايز اكسب التحدي ده كمان ونوصل مليون رزيع، ونفاجئ بقى عمرو سري الحقيقي ابو مروان سري، ونقول ان ايه احنا كسبنا التوقع ده، وانت تنبسط لو انا كسبت التوقع ده. انا ببقى رياليستك شويه، ببقى واقعي شويه، بقول يعني الواقعيه يعني بميل على الارقام وبحسبها كده، كم سبسكرايب كل شهر وبتاع، وبحسب لك النسبه، فبقول ممكن على اول ربع 23. طبعا لو حققته في 22 انا اكون اكتر واحد سعيد يعني. ده شيء مؤكد. بس أنا بيعجبني فيك حاجه. إيه؟ انت مالي بتقول المليون دي البدايه، فنبتدي نحاسبك فعلا بعد المليون، ونشوف البرنامج ده رايح فين. اعتقد ان انتوا كتيم ارزع كلكم مع بعضيكم في يوم من الايام ان شاء الله تكونوا يعني زي ما بيقولوا يعني توب نوتش، يعني اعلى حاجه في مصر. وكمان احب اشوفك في الوطن العربي يعني. يا باذن الله احنا عندنا جمهور في جميع الانحاء في الوطن كل العربي. اليوتيوبرز التانيين طبعا يعني. لا لا لا، ما اكيد انت تتمنى لي الخير. انا بتفرج على كل بتفرج على كل اليوتيوبرز وكلهم حبايبي يعني. مين اكتر يوتيوبر بتحبه؟ وهو حدش هيتضايق يعني لو قلنا مثلا اسمين ثلاثه بتحبهم. رقم واحد مروان سري حبيبي، ربنا يخليك. ده رقم واحد. لكن طبعا في ناس يوتيوبرز انا بحب اتفرج عليهم جدا يعني، وكلهم أيوه. حبايبك يعني. ده كلهم كده كده. بحب اتفرج على ممدوح نصر الله طبعا، الناس اللي فاهمه كوره كويس قوي، وبحبه كمان وبحب اسلوبه وعارف انه اصدقاء. بحب طبعا جدا ابن عثمان طبعا. جميل طبعا وحبيبي يعني، ومن الناس اللي انا عارف ان انتوا اصحاب برضو. بتفرج على الكوير. ايوه. بتفرج على الكورياجي. ايوه. دلوقتي جديد كده بتفرج على راشد. ايوه. دمه خفيف قوي. ايوه نتابع كل حاجه. هو دمه خفيف قوي، هو اخوه بصراحه يعني. جمال. لطاف جدا وكابز لطاف كده. متابع انت الدنيا بشكل كويس. طب بره الكوره بتحب يوتيوبرز مين؟ برضو اسمع ان انت بتحب اليوتيوب دلوقتي خدك الى ايضا سكك ثانيه. بتفرج على برامج بقى متنوعه غير الكوره مثلا يعني. بحب اتفرج مثلا يعني افلام طبعا، بحب احمد كمال طبعا يعني. بجد. ماليش قوي في الافلام زيكم، بس أيوة. يعني بحب الريفيو بتاعت احمد كمال طبعا، برضو هو لطيف كاركتر كويس يعني. جميل طبعا. هو ارزع فيه طبعا حاجات كتير يعني، بحبك وبحب جو وبحب عمر وبحب احمد وسلمى. أيوة. يعني بحب كل الناس دي طبعا، لانه تيم حلو قوي على بعضه الحمد لله. لكن بره شويه يعني انا كنت بحب بس في الاول شويه الدحيح، كنت بحبه بستفيد منه الحقيقه، وبرده حلو هايل طبعا. احمد تقريبا هو اسمه احمد. هايل. ممتاز برده. بتفرج بقى على حاجات بقى المخبر الاقتصادي، بتفرج على ريفيوز عربيات، بتفرج على حاجات متنوعه كده، بتفرج على شويه سياسه. خدك برضو اليوتيوب شويه. اكيد خدنا كلنا. الموضوع سهل، بتاخد الموبايل تقعد في السرير تتفرج عليه يعني. هو ده بقى يعني. طيب احنا عايزين نقول ان دي هي اول حلقه ولكن لن تكون الاخيره. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، عجبتكم الحلقه؟ انا في الاخر عايز اقول لك انك نورتني، ودي حلقه بصراحه مميزه جدا الى قلبي بعيدا عن اي حاجه احنا عملناها، ولكن دي طبعا يعني في حته خاصه كده انك تنورني هنا وانك تبقى قاعد معايا، حاجه انا ما كنتش اتخيلها بصراحه، ان احنا نعمل برنامج وحلقه مع بعض في يوم من الايام. انا كمان اتبسطت جدا باللقاء الحلو ده. اعتقد ان هو عفوا انا فعلا يعني لا زي الحقيقه. انا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، بس انا ما بصيتش حتى في الكاميرا يعني. مع مروان كذا مره ان احنا نحضر اسئله وبتاع، قال لي خلي الموضوع عفويا. صح. يعني والله الموضوع طالع ما فيش اي سؤال مترتب يعني، خالص مش ورقه قدامنا يعني واضح. اذا عجب الرزيع يبقى الحلقه الثانيه بتاعتنا ان شاء الله بعد ما تحصل المليون. بعد ما احصل المليون ان شاء الله. ان شاء الله حلقه ثانيه مع ارزع مع سري الحقيقي والاصلي. يا رب تكون عجبتكم. انا شخصيا انبسطت، قولوا لي يعني رايكم في الكومنتات. وصلوا الحلقه دي يا جماعه طبعا اكراما بقى، ده والدي 50,000 لايك قال واجب. وعشان يبقى ايه وصلنا للتوب النهارده، تابعونا في كل حته على السوشيال ميديا، فيسبوك وانستجرام وتيك توك وكل حاجه هتلاقوها في التفاصيل. وكفايه رزع قوي لحد كده.